جيت وانا رايح سكريت لكن لما دي انا حرف زاكي وقته من يسين ان شاء الله فبارك وسيكم توقف عليه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سامشوا بومبادوا وامري كتوكا بسماحة الشيخ لانغو بنزيوانغو الشيخ البكر الزبير هي نفسي يكي lakini wao hupenda kuona zile walizojiunda ziko namna gani. Hii yote ni miongozo wao na ni malezi yao. Sasa una raha atakuona tumekuwa ama tukua hilo tu, lakini hii nafasi yake kwa elimu yake inshallah. Hasa tutamwombea mheshimiwa Mama Samia, Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu amlinde na maadui pamoja na serikali yake kwa jumla. Mwaka jana nilichaguliwa kuomba, sasa mmoja katika maneno ima itakuwa zile dua labda nimezikosea kosea na zirudia leo, ama ilikuwa ni kabuli, sasa napewa tena nafasi. Allahumma salli wa sallim. Na samaha ametoa mwelekezo nianze kwa Hizbul Nasr. Hii ilikuwa nia kumnusuru mama yetu mpenzi wetu Mama Samia na kwa nia kumhifadhi inshallah. Amin ya rabbi. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. بصراح النصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين نحن أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أتكلم شفتين حسبت نفسي لله الخالق الأكبر أهل الشر ما أخاف من الجن والإنس أن يحضروها عز جاره وجل ذاره وتقدست أسماءه وإلى على غيره. الله جل في قبول وتحيله ومنعه ومكائده أنفي نارا من أراد بها عداوة من الجن أنفي نارا من أراد بها عداوة من الجن أنفي نارا من أراد بها عداوة من الجن يا حافي يا كافي يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وحسنت بالله وبأسماء الله وبآية الله وبرسول الله والصالحين من بعده وحسنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احرسها بعلمك بذاك الذي لا يرام وبحرها بقدرتك ونرتقي بها ورجاؤنا يا غياث المسلمين.